السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنا في المنشية في وش كواننا على طول، ادي كواننا اهو كده، واحنا كده الفرش كده في وشه على طول. لقينا كده عروض حلوة قوي على الحاجات الصيني، من اطباق لكوبايات لطواجن صغيرة، حبينا نوريها لكم. بصوا هنا كده، دي كده هنا اي حاجة اهو ب15 جنيه، من هنا كده اي حاجة. شايفين الاطباق الصيني اللي هي اطباق التقديم دي جميلة ازاي كده، اي حاجه من هنا كده ب15 جنيه. شايفين كده الاطباق دي، لو عايزه شايفين بس جمالها كده، بصراحه حاجات ايه، حاجات من الاخر يعني، ومش بفلوس، 15 جنيه. عندنا هنا بقى الطبق الصغير ده كده ب12 جنيه ونص. شايفين الجمال ده، شايفين ده كده، شايفين الرسمة بتاعته الرقيقة ده، ده برضو ب12 ونص. لكن هنا دول كده ب15 جنيه. شايفين البراد الجميل ده، 25 ده على النار، 25 ده يتحط على النار حراري صح؟ الصبار بقى والحاجه بتاعتك عادي، مش بتصبر عشان الشمس ضربه. 15 دي 7 ونص. حاجات الرقيقه دي كده ب7 ونص، ده فرن يتحط في الفرن. عايزه اوريكم بس الجمال، والبولات ب10 جنيه. هنا دي كده مجات برضو قلنا بتتحط في الفرن ب17 ونص، والحاجات الصغيرة دي كده 7 ونص. هنا بقى تشكيلة مجات تانية كده جميلة، دي ب17 ونص. شايفينها كده، الطعم الجميل ده طعم الشاي ده. شايفين جماله؟ أنا عايزة أصوره لكم كده بتفاصيله كلها، ده طقم كامل. ده 131 قطعة، بيبتدي كده من أول هنا كده كده كده، وأدي البولة بتاعته الكبيرة، كل ده الطقم 131 قطعة. حاجات دي طبق مسطح المدور ده عامل 17 ونص. الأطباق المسطحة دي كده، وده 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 كده 17 ونص. الأسود ده 30، قويته مسطح وده. الأسود ده 30، في البولات الشاربة على الوش دي كلها 20، والبولات دي كلها الجميلة السوداء على الأورانج دي ب20 جنيه. البولة بولات شوربة دي، في أطباق جاتو كده ب20 جنيه. أطباق الجاتو دي كده ب20 جنيه، 25 اللي هو الكبير ده، المربع الكبير ده صح؟ وبولة الشوربة مقيت دي برضه ب20، جميلة أوي دي. شايفين بقى دي، ده في الفرن دي ب60 جنيه. شايفين كده، دي كده ب60 جنيه، دي بتدخل الفرن. وده الطاجن ده 35 جنيه. أنا بس الشمس ضاربة، مش عارفة الجمال وطالع لكم ولا لأ. شايفين الجمال؟ دي كده ب60 ودي ب35 جنيه. طبعا كل اللي هنا قايلنا ان هو حراري بيدخل الفرن، اي حاجة اي حاجة هنا قايلنا ان هي حراري بتدخل الفرن. شايفين جمال ده؟ طبعا طبعا الطقم اللي احنا قلنا عليه الاول اللي هو 131 قطعة، وقايلنا كمان ان هو ما عندوش الا الطقم ده بس، ما فيش منه تاني. هنا دي كده اطباق فاكهة، ده 20 وده 20، ده 17 ونص، ده ب5 جنيه. والبولة دي كده ب7 ونص، وده اللي الصغنن ده خالص ب2 ونص. المعالق دي ستانلس، الكبيرة ب10 والصغيرة ب7 ونص. الحاجات دي كده 10 جنيه، والقلوب دي 7 ونص.
الصبار، مج الصبار ده شايفينه ب 10 جنيه والبولات اللي تحت دي كلها 20 جنيه. بولات دي ب 20 جنيه كل ده فرن صح؟ ازاي اوريكم ايه عاجبني بصراحه شكلي ليه مج الشوربه ده. طبق الغويط ده ده تقومة؟ هنا بقى كده اي ثلاثة ب 10 جنيه. عندنا هنا الشوب، كوبايات شوب. هجيب تشكيلة تانية قبل العيد يعني ان شاء الله. ماشي ان شاء الله نيجي نصور معاك قبل العيد كمان.